بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عنوان درسنا اليوم التكاثر اللاجنسي في النبات، وسوف نخص بالذكر التكاثر الخضري الاصطناعي. أهداف الدرس: أن يعدد الطالب أنواع التكاثر الخضري الاصطناعي لدى النبات. ذكرنا في الدرس السابق تعريف التكاثر الخضري، وهو إنتاج نباتات جديدة باستخدام الأنسجة الخضرية من النبات، سواء كانت من الجذر أو الساق أو الأوراق. وتم تقسيم التكاثر الخضري في النبات إلى طريقتين: الطريقة الأولى بشكل طبيعي ودون تدخل الإنسان، والطريقة الثانية بشكل اصطناعي وبفعل الإنسان. أنواع التكاثر الخضري في النبات: ذكرنا في الحصة السابقة أن أنواع التكاثر الخضري ينقسم إلى قسمين: الطبيعي والاصطناعي. حيث يحدث التكاثر الخضري الطبيعي بصورة طبيعية ودون تدخل الإنسان، وأما الاصطناعي فيتم بمساعدة الإنسان. وقد ذكرنا سابقا طرق التكاثر الخضري الطبيعي، والتي تشمل كل من التجزء والدرنات والساق الجارية والرايزومات والكرومات والأبصال. وسوف نقوم بتركيز في درسنا اليوم على طرق التكاثر الخضري الاصطناعي، والتي تشمل التعقيل والتلقيد الأرضي والتطعيم والتلقيد الهوائي والتبرعم. التكاثر الخضري الاصطناعي: يجري المزارعون التكاثر الخضري الاصطناعي في النباتات بهدف الحصول على مستنسخات من نبات معين بسرعة وكفاءة عالية من خلال واحدة من الطرق التالية: التعقيل، التطعيم، التبرعم، والتلقيد الأرضي، والتلقيد الهوائي. التعقيل: يتم قطع جزء من النبات يحتوي على برعم، ويتم غرسه جزئيا في التربة، فتبدأ العقل بإنتاج جذور. ومن الأمثلة على النباتات التي يمكن أن تتكاثر بالعقل: الورد، الزيتون، التين، العنب، وبعض نباتات الزينة. يقوم هذا الفيديو بإظهار آلية حدوث عملية التعقيل لدى النباتات. حيث يتم قطع جزء من الساق وإزالة الأوراق كبيرة الحجم، ومن ثم وضع الهرمونات على الجزء السفلي من الفسيلة، ومن ثم زراعتها في التربة المناسبة بعد إحداث ثقب فيها. وفي النهاية يتم وضع كيس بلاستيكي للحفاظ على ثبات نسبة الرطوبة اللازمة لنمو النبات. التطعيم: تقنية يتم خلالها إدخال عقلة من نبات في ساق نبات آخر من نفس النوع أو نوع آخر، وتسمى القطعة التي تم وصلها بالطعم. أما النبات الذي يتلقى الطعم يسمى الجذر. ويمكن تطعيم الشجرة بعدة فروع لزيادة الإنتاج أو لإنتاج أصناف مختلفة. التبرعم: عملية تستخدم فيها قمة ساق واحدة تحتوي على برعم كطعم لزيادة أعداد الفاكهة على كل فرع. ومن الأمثلة على النباتات التي تتكاثر بالتبرعم اللوزيات.
يوضح هذا الفيديو آلية حدوث التبرعم لدى النباتات، حيث يتم إزالة الأوراق عن الغصن ومن ثم إزالة المعلاق الذي يحتوي في داخله للبرعم. وتتم عملية إضافة البرعم إلى ساق نبات آخر عن طريق الحفر على شكل حرف T، ومن ثم إزالة جزء من القشرة لإعطاء مجال لإدخال البرعم، ومن ثم يتم الربط على البرعم لكي يلتحم مع الساق حتى ينمو من جديد ليكون ساقا جديدا. الترقيد الأرضي: تستخدم الساق النباتية الجارية للنبات بحيث تحنى تحت سطح الأرض فتكون جذورا للأسفل وساقا باتجاه الأعلى. ومن الأمثلة على النباتات التي تتكاثر بالترقيد الأرضي نبات الفراولة كما هو موضح في الشكل التالي. الترقيد الأرضي: تحدث عملية الترقيد الأرضي عند نمو الساق وزحفها على سطح التربة، حيث تنمو الجذور باتجاه الأسفل، تنمو الساق باتجاه الأعلى وتتكون أوراق جديدة، وعند فصلها تصبح نباتات جديدة. الترقيد الهوائي: يتم تحفيز منطقة حول عقدة نباتية على ساق أو فرع لتكون جذورا قبل قطعها وغرسها، حيث يتم حز الساق تحت العقدة وتحاطه بإسفاجنوم رطب يلف بالبلاستيك، فتنمو كرة جذرية جديدة داخل الحزاز، ثم يتم فصل النبات الجديد مع كرة الجذور الجديدة فيه. ملخص أنواع التكاثر الخضري الاصطناعي: وجدنا أن أنواع التكاثر الخضري الاصطناعي تشمل 5 طرق مختلفة، وهي التعقيل، التطعيم، التبرعم، الترقيد الأرضي، والترقيد الهوائي. ومن الأمثلة على النباتات التي تستخدم التعقيل هي التين والزيتون والورد والعنب ونباتات الزينة. أما بالنسبة للتطعيم فتشمل الحمضيات مثل البرتقال والليمون، والتبرعم كما في اللوزيات، والترقيد الأرضي كما في الفراولة، والترقيد الهوائي كما في الحمضيات مثل البرتقال والليمون. التقويم الختامي: يتطلب منك عزيزي الطالب بعد الانتهاء من استعراض كافة بنود الدرس الإجابة عن الأسئلة التالية. السؤال الأول: وضح المقصود بالتكاثر الخضري الاصطناعي في النبات. هو التكاثر اللاجنسي لدى النبات الذي يحدث بمساعدة الإنسان. السؤال الثاني: ما هو الهدف من التكاثر الخضري الاصطناعي لدى النبات؟ الحصول على مستنسخات من نبات معين بسرعة وكفاءة عالية.
السؤال الثالث: عدد طرق التكاثر الخضري الاصطناعي. التعقيل، التطعيم، التبرعم، التلقيط الأرضي، والتلقيط الهوائي. السؤال الرابع: وضح المقصود بالتعقيل. قطع جزء من النبات يحتوي على برعم، ويتم غرسه جزئيا في التربة، تبدأ العقل بإنتاج جذور. السؤال الخامس: من خلال دراستك لطريقة التطعيم، ماذا تسمى القطعة التي تم وصلها في النبات؟ الطعم. ماذا يسمى النبات الذي يتلقى الطعم؟ الجذع. السؤال السادس: ما هي أهمية عملية التبرعم لدى النبات؟ زيادة أعداد الفاكهة على كل فرع. السؤال السابع: ما هي الطريقة التي تتكاثر بها الفراولة تكاثرا خضريا اصطناعيا؟ التلقيط الأرضي. السؤال الثامن: ما هو نوع الطحالب المستخدمة لتكوين الجذور في عملية التلقيط الهوائي؟ طحالب الإسفاجنوم. ومع نهاية هذا الدرس، ينبغي عليك عزيزي الطالب تحقيق جميع الأهداف المرجوة من هذا الدرس، سائلا المولى عز وجل لكم التوفيق والنجاح، وشكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.